السلام عليكم خوتنا ومرحبا بكم وصباح الخير عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم نهار جديد، اليوم نهار شوية سبيسيال. اليوم رانا رايحين للحدث اللي يحدث من أسبوع إلى أسبوعين كل سنة. رانا رايحين إلى معرض الكتاب، فمشاهدة ممتعة، ابقوا معنا. واخيرا وصلنا لمعرض الكتاب، المعرض الدولي للكتاب. انا راني انا خويا منير، ولا شيء دخلوا لداخل ونوريكم واش كاين واش ما كاينش، ابقوا معنا. انا معجبنيش صراحه، انا معجبنيش خوتي الاول ما جيب بالك، خوتي الدوزيام ولا الثروازيام بالك هو فيها حاجه مليحه. راحوا لهذا هو الكور راه بالك لقاو فيه كاش حاجه صحيح.